استاذنكم نستقبل على التليفون الاستاذ علي حسن رئيس تحرير ورئيس مجلس اداره وكاله انباء الشرق الاوسط. مساء الخير يا استاذ علي. مساء النور يا استاذ احمد ومساء الخير على حضرتك. تحياتي لحضرتك ولكل الزملاء في وكاله انباء الشرق الاوسط وكل عام وحضرتك بالف خير والزملاء بالف خير. وانت والاسره الصحفيه كلها بكل خير بجميع اعضائها الكرام بمناسبه قرب عرس انتخابات نقابة الصحفيين يوم الجمعة القادم بإذن الله. أستاذ علي، نعم، مطلبك من الجمعية العمومية وموقفك من الانتخابات. أولا مطلبي إلى الجمعية العمومية أن كل زميل عضو في نقابة الصحفيين سواء في مؤسسة قومية أو حزبية أو خاصة، كل من يحمل كارنيه العضوية عليه أن يحرص على التوجه إلى صناديق الاقتراع يوم الجمعة والإدلاء بصوته ورأيه بكل حرية تامة في اختيار من يرى أنه الأصلح لمنصب النقيب والعضوية في مجلس نقابة الصحفيين. الانتخابات تجري في مناخ ديمقراطي تام، الزملاء جميعا قاموا بالمرور على المؤسسات بأكملها القومية والصحفية والخاصة والتجمعات الصحفية في أي مكان، وعرضوا برامجهم بكل حرية، ودارت حوارات موضوعية بينهم وبين المرشحين جميعا سواء على منصب النقيب أو عضوية المجلس. يتنافس في هذه الانتخابات 51 زميلا هم جميعا من الشخصيات المرموقة التي تهدف إلى الصالح العام وإن اختلفت الرؤى فيما بينهم. يتنافس 11 زميلا على منصب النقيب، يتقدمهم الأستاذ خالد ميري وعدد وباقي الزملاء، أذكر من بينهم هؤلاء الزملاء الأفاضل على منصب النقيب الأساتذة سيد الأسكندراني وعبد مغربي وطلعت هاشم ومحسن هاشم والأستاذة نورة راشد وغيرهم، ومعذرة لمن لا أذكر أسماءهم. وأيضا 40 زميلا يتنافسون على عضوية المجلس. في الحقيقة من وجهة نظري أنا، وجهة نظري الشخصية، أنني أعلن أنني أؤيد زميلي الفاضل الأستاذ خالد ميري لشغل منصب نقيب الصحفيين. هذا هو رأيي لأسباب كثيرة ومتعددة لا يتسع المقام لذكرها بأكملها، وإلا لتطلب الأمر أكثر من ساعتين، لكني أجيزها في عدة عبارات. أولا هو امتداد لكل النقباء الذين اتسم أداءهم بالحكمة، والذين أذكر منهم على سبيل المثال الأساتذة ضياء رشوان وجلال عارف ومكرم محمد أحمد وإبراهيم نافع وعبد المحسن سلامة وغيرهم. هؤلاء الذين استطاعوا أن يقدموا خدمات كثيرة لنقابتنا وأن يديروا النقابة بحكمة كبيرة. الأستاذ خالد ميري هو امتداد لهؤلاء جميعا، لديه خبرة نقابية على مدى 12 عاما نجح خلالها 3 دورات متتالية بأعلى الأصوات، أدى خلالها أداء نقابيا متميزا، فهو يحمل خبرات محرر قضائي متميز أيضا، فلديه علم بالقانون، وشارك بكل جدية في صياغة التشريعات الصحفية التي خرجت والتي تتعلق بقوانين الصحافة والإعلام، وأيضا أدلى برأيه فيما يتعلق بالتعديلات الدستورية التي حملت رأي نقابة الصحفيين والتي مثلنا فيها الأستاذ ضياء رشوان، وأيضا كان طرفا أساسيا في مختلف الخدمات التي جاءت إلى نقابة الصحفيين. الزميل الفاضل الأستاذ خالد ميري لديه القدرة على إقامة علاقات متكافئة ومتميزة مع مؤسسات الدولة المختلفة تقوم على الاحترام المتبادل من أجل خدمة الجماعة الصحفية وقضاياها. النقيب الذي نجح 3 دورات أمر لا يتأتى لكثير من الناس، ومن بينهم العديد من زملائنا الكرام الأفاضل الذين رشحوا أنفسهم على هذا المنصب، والذين رسب بعضهم لعدة سنوات في الترشح لمنصب العضوية، وهم الآن يخوضون أيضا الترشح على منصب النقيب وهذا حقهم. في الحقيقة كلما كان النقيب ذو حكمة ورجاحة عقل وقدرة على
التعامل بحكمة ويحمل ملفات الصحفيين بكل شجاعة واحترام إلى الدولة والحكومة يستطيع أن يحقق للجماعة الصحفية الكثير من المكاسب، لا سيما وأن الصحافة الجماعة الصحفية في مجملها سواء صحافة قومية أو حزبية أو خاصة كلها في مجملها كما قال أخي الفاضل المرشح لمنصب نقيب الأستاذ خالد ميري دوما أن الجماعة الصحفية تحظى بتقدير كبير من الدولة والحكومة وأنه لمس ذلك بالفعل عن قرب. كل الدورات التي كان فيها نقباء بهذا المستوى حصلت الجماعة الصحفية فيها على مكاتب كبيرة، وذلك باستثناء دورة واحدة خرج عدد من الزملاء في محاولات للدفع بسياسة صدامية لم يستطيعوا من خلالها أن يحققوا أي خدمات للجماعة إلى أن تم تصحيح المسار. وكان هذا الأمر مرفوضا من الجماعة الصحفية الذين جاءوا إثر ذلك مباشرة بعدة أشهر قلائل وانتخبوا نقيب جديد استطاع أن ينجو بسفينة نقابة الصحفية. وده اللي بقوله لحضرتك يا أستاذ علي، يعني تم تصحيح المسار بعد انحراف المسار. نعم يا فندم بالفعل، وقالت الجماعة الصحفية رأيها في أقرب انتخابات لتقول أن لدينا حرصا على أن نتعامل باحترام متبادل مع الدولة والحكومة وألا نتصادم معها، لا سيما ونحن الآن لنا مطالب كثيرة ولكن علاقاتنا بالحكومة والدولة لا سيما ونحن الآن مصر كل مصر في مرحلة اصطفاف وطني في مواجهة تحديات كثيرة تواجهنا. فأتمنى لك كل توفيق أخي الفاضل الأستاذ خالد ميري، وأرى أنك الأحق والأقدر بشغل هذا المنصب والذي لا يجب أن نخاطر به، وأن بعضا مما يدعون أنهم يستطيعون أن يقيموا علاقات متكافئة مع الدولة والحكومة طبق لهم المشاركة في مهاترات أضرت بنا كثيرا. بشكر حضرتك شكرا جزيلا كاتب الصحفي الكبير الأستاذ علي حسن، رئيس تحرير ورئيس مجلس إدارة وكالة أنباء الشرق الأوسط.